مسؤولين كترسن دولة قوبلتك كونفور قلبي الصومالية هيا مركلة كعليا هي ذها ضيع ترك مساجد ذا إن إسكدي بن جليان وزارة أوقاف تيار مها الدين تدولة قوبلتك كونفور قلبي الصومالية قاسمها جود وزارة أوقاف تيار مها الدين تدولة قوبلتك كونفور قلبي الصومالية هيا شقي إن كل هرئي وزارة شقتي إن هي ذها ليس يا مساجد ذا لو بعهاي هي إن إسكدي بن جليان حفيز كوزارة سي فسح وهلان وزارة اسلام مركانا اي ديسايان اسلام مركانا ديسان مساجد دا اي دونيان دانكا كلي اغاسمها ايا شيغي ان شعب كفر قلب السومالي لغا عصانيو ان او كسوور قليان وزارة دا مركا اي اركان بشا بركة سنة رمضان حلي او كهد لا يميت كميدا مساجد دا كويا لا قدها مقالة بايدابو درات وزارة دا ماي شاكتا دينتي او قافت دولة قبلات كفر قلبات ان مساجدون لتسو وزارة الله مرة باهي بدن أما دبات بدن أما عبش بدن أوها كويرتي برشيد الهر كونفور قلبات صوماليا سببتو إيه مساجدين لها قادة من المناسب أنك هاينا لك ديسان برشيد أهل خير كهر كونفور قلبات مساجدو حق قادة ينوقفق إيه إن وزارة الله ريران برشيد الهر كونفور قلبات ما يكعد صدانة بلا رمضان للاشيد تيتي ينكي أرق إن وزارة الله ريران سي برشيد دمان ليندرسي هو إلهي كرال نجد ما لين تقولت همامين كأو رمضان كلا رجاي وإن نجد الدونة وزارة إن شاء الله تعالى ستوسع تلفزيون ذا فنادى الدونة زكريا عثمان عبدي وربعين تستي جوهر.